السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، وصفتنا لليوم هي الباغيت أو الكومير كيف كيسميوه البعض، بطريقة سهلة والنتيجة مضمونة كيف العادة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 500 غرام ديال الطحين فورس دقيق الأبيض، عندي هنا معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملح، عندي معلقة ديال خميرة الخبز تقريبا واحد 20 غرام، وعندي ما دافي باش نجمعو به الخليط. حلو، اول شيء انا غنخدم الماشينة، ممكن تعجنو بيديكم ماشي مشكل. الخميرة كنحط الخميرة، كنزيد عليها السكر، كنخوي شوية الماء، وكنبدأ نزيد الدقيق غير بلاتي، كنخليو الماشينة تعجن، وكنبقى نضيفو في الدقيق وفي الماء تدريجيا، واخر شيء الملح. بعد ما كتعجن عندنا العجينة كيف ما كتشوفو، يعني واحد المدة ديال 10 دقائق تقريبا، صافي كنغطيو عليها وكنخليوها تخمر. نغطيوها بواحد الميكا و سربيتا هكذا ولا فوطة اللي تكون نقية، نخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، وكنفوتو طريقة التحضير. من بعد ما كيتخمر العجين كيف ما كتشوفو كيتضاعف الحجم ديالو، كناخد واحد سلافة كنخلط فيها الدقيق الابيض مع السميد الرقيق، كنرش به البلاصة فين غنبدا نقرص الخبز، وكنبدا نشكل العجين. كنبدا نقطعو هكذا على حسب الحجم اللي بغيتو. دابا كناخدو الدلاك وكنبداو ندلكو في هاد العجين، نزيد مازال رشي شويه، من بعد ما دلكتو بهذا الشكل صافي كنبدا نلويه، كناخذ الجنب وكنبدا نلوي فيه هكذا بهذه الطريقه. صافي كنرجعو نغطيو عليهم مره اخرى ونخليهم يخمروا واحد المره تانية، عاد كنبداو نستفوهم في الصينيه باش ندخلوهم للفران يطيبوا. من بعد ما كيخمر لنا العجين مره اخرى كنستفوه في الصينيه اللي عاد تدخل الفران، كناخذوا واحد الموس اللي يكون ماضي مزيان، وكنبقاو نقطعوه هكذا نشرطوه واحد 3 شرطات حتى لربعة هكذا. صافي من بعد ما قطعناه كيف ما كتشوفوا كنبداو نرشوه الفوق بالماء، وكندخلوه الفران اللي كيكون ديجا سخون حتى كيبدا كيحمر وكيطيب. الوغ هكذا غير شويه ماشي بزاف،
صافي دابا غندخلو الفران. بعد ما كنخرجوا الباكيت من الفران فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيف ما كتشوفوا كيجي محمر وكيجي لذيذ. نحل لكم وحده تشوفوا كي جاي من الداخل هكذا، كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفة ديالنا ديال اليوم اللي هي الباغيت الخبز الفرنسي. شكرا على حسن المتابعه، ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.